وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. التفت إلى هذه النكتة، أنا لم أسجل هذه، سجل هذه أنت. لاحظ أيضا قانون إلهي، التفت لماذا بقي عيسى ويبقى عيسى حتى يتحقق هذا القانون الإلهي. هذا قانون إلهي آخر، بسببه ومن أجله غاب عيسى، لم يقتل عيسى، شبه بعيسى، رفع عيسى، غاب عيسى. ما هو القانون؟ القانون الإلهي لاحظ يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن تحتاج إلى إمام زمان يكون حجة عليك وهو حي وهو موجود، حتى لو كان غائبا، حتى لو كان مسردبا، حتى لو كان في الغار، حتى لو رفع، حتى لو كان تحت الأرض. لاحظ تحتاج إلى إمام حي، تبايع الإمام الحي، توالي الإمام الحي، توالي عيسى، تؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى، قبل موت المهدي، يكون حجة عليك، فيكون عيسى في يوم القيامة يكون شهيدا عليك، ويكون المهدي، يكون الإمام شهيدا عليك. هذا قانون آخر، هذا قانون إلهي، هذا وعد صادق أن يبقى الإمام، يبقى الإمام حي. لابد من وجود الإمام الحي في كل عصر، في كل زمان، في كل مكان، في كل أوان، حتى يتحقق هذا القانون الإلهي. يقول إلا ليؤمنن به قبل موته. ما هو الفرق؟ القانون الإلهي واحد، ينطبق على اليهود وينطبق على المسيح وينطبق على المسلمين. إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن الشهادة، الشهادة يوم القيامة، ما هو شرطها؟ ما هو شرط الشهادة يوم القيامة؟ شرط الشهادة يوم القيامة أن يحصل الإيمان بالشاهد والشهيد، يحصل الإيمان في حياته، تؤمن بالإمام في حياته، تؤمن بالنبي في حياته، تؤمن بالإمام في حياته فيشهد لك يوم القيامة.